لكرة القدم، شركة للخدمات الرياضية، وشركة للإنشاءات الرياضية. مظبوط. بالفكر الشاب بتاعك شايف النقلة النوعية دي إزاي؟ نقلة كبيرة جدا للنادي الأهلي، هتخلينا احنا كده كده مختلفين، ولكن احنا بنتكلم في مستوى عالمي، مش بنتكلم على مستوى حاجة بقى هنا في أفريقيا أو في مصر أو لا، احنا بنتكلم ان احنا دلوقتي احنا تاني الأندية حصولا على البطولات القارية مثلا. صحيح. فلا احنا دلوقتي بنتنافس في منطقة مختلفة طب شوية. تضغط على ريال مدريد. بالظبط. احنا كده في فرق بطولتين. يعني بطولتين بتضغط على الريال، مش بتضغط على حد قليل. بالظبط. فانت حاليا بننافس في ناحية مختلفة. فاكيد دي نقلة نوعية تحسب اكيد طبعا لمجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب، اكيد ان نعمل شركة الكورة ونبتدي يبقى في موارد ويبقى في شركة تبقى ليها علاقة بفريق الكرة في الأهلي، أو شركة ليها علاقة بالإنشاءات في النادي. كل ده استثمار وكل ده دخل للنادي الأهلي. والخدمات الرياضية مثالي، يعني النادي محتاج كتير من الخدمات الرياضية تبقى من خلال شركته، أكيد طبعا أكيد، يعني بالذات في المجال السياحة حتى. يعني أنا سمعت الكابتن الخطيب وهو بيقول إحنا بندفع أرقام كبيرة جدا لسفر الفرق الرياضية طبعا من خلال شركات سياحة هي اللي بتسفرك. مظبوط. طب ما هو انت لو ده متعاقد عليه مع شركة النادي بالإضافة لعملها في المجتمع، لأن هتشتغل لكل الناس. بالظبط. خاصة وإن احنا زي ما قلنا في الأول إن احنا مشتركين في تقريبا في جميع الألعاب. بالظبط. وبنسافر كتير، عندك عندنا منافسات أفريقيا داخلية وخارجية. بالظبط بالظبط. فأكيد طبعا دي حاجة كويسة للنادي وللمجال الرياضي والخدمات الرياضية أكيد في النادي طبعا. طيب أنا ملاحظ كمان في برنامج حضرتك توفير موارد خاصة لفرق الناشئين والشباب في النادي. بالظبط. من خلال إيه بقى حضرتك؟ دي زي ما قلت لحضرتك إن احنا عايزين يبقى لينا رعاة للعيبة في النادي الأهلي من وهم صغيرين. نهتم بيهم سواء في الألعاب الفردية أو حتى في الألعاب الجماعية وهم في مرحلة الناشئين. لما بنهتم بيهم وهم صغيرين وبيبقوا في يعني في وسائل لتطوير مستواهم أو إن هم يتمرنوا بشكل أحسن ويظهروا بشكل أحسن، تفرق من غير لما يتعلم الحاجات دي وهو كبير شوية. إن هو يتعلمه إن هو صغير ويتعود عليها أكيد أحسن بكتير من إن هو يعرفه وهو كبير أو لما يطلع بقى يحترف أو لما الكلام ده. لأ، طب ما احنا ممكن نوفر بيئة كويسة و يعني بيئة كويسة إن هي تستقبل الناس دي ويقدروا يطلعوا فيهم مهاراتهم وبشكل احترافي شوية. بس عندك كمان توفير اتوبيسات لنقل الاعضاء للتنقل بين الفروع. ده مشروع تحت الدراسه، يعني مش بقول ان انا عملت فيه حاجه، ولكن انا بشوف له الميكانيزم ايه. جات لي الفكره لما احنا دلوقتي فروعنا كترت، فاكيد الاعضاء هتبقى حابه ان هي تتنقل ما بين مثلا، يعني مثلا ناحيتنا احنا مثلا مدينه نصر. حاليا انا جنبي التجمع وجنبي مدينه نصر. ايوه. في اكيد بعض الاعضاء، مش بعض بقى، ده كله هيبقى عايز يروح يتفرج على فرع التجمع مثلا. نفس الكلام الجزيره، عايز يروح الشيخ زايد او العكس. ليه ما نعملش الوسيله دي تبقى موجوده حتى ولو باوقات محدده، مش لازم ان هي تبقى موجوده بشكل مستمر. انا كعضو اقول لك مثلا انا بروح العضو المكان اللي قريب من سكني. صح. مانيش فاضي ان انا هروح الجزيره ولا الحق اروح الشيخ زايد الا اذا كان ليا ارتباط رياضي ما. بالظبط. يعني ممكن حد يكون ولاده بيتمرنوا صح في المكان ده، او اعضاء الاهلي في تمرين للولاد مثلا في مدينه نصر. بالظبط. والعضو ارتياده الدائم للجزيره. في اعتقد الفرق الرياضيه بتوفر لها ده. طبعا اكيد. لما يكون في فرقه باسكت ولا هاند بول ولا حتى فرق تنس الطاوله بالذات، لان باعتبار ان المجمع بتاعها في مدينه نصر. بالظبط.
بتحتاج تروح بين الجزيره ومدينه نصر، لكن لو ما فيش نشاط رياضي متبادل هل العضو العامل العادي محتاج لوسيله ثابته؟ هقول لحضرتك على حاجه، يعني في اهالي مثلا الناشئين اللي بيلعبوا بيبقى في مثلا مدارس، فبحتاج ان انا مثلا لا ده انا هطلع من المدرسه على طول على التمرين دلوقتي، وممكن يكون هو في مدينه نصر، وحضرتك عارف ان مثلا الفرق بتتمرن اكتر في الجزيره. ايوه. فبتلاقي ان في صعوبه ومجهود كبير جدا على العضو ان هو يودي ابنه او بنته من منطقه بعيده جدا عن الجزيره. وبيحصل ان في من الشيخ زايد بييجوا مثلا لمدينه نصر في بعض التمارين برضه. فليه مثلا ما يبقاش في الوسيله دي متوفره للعضو ان هي تبقى موجوده بشكل، مش بقول ان هي حتى تبقى بشكل مستمر، ولكن ممكن تبقى موجوده حتى بوقت محدد. يعني لو هو بيروح التمرين مرتين في الاسبوع، ثلاثه في الاسبوع، لو توفرت مره او مرتين كويسه. يعني خدمه كويسه للعضو. انا اعتقد ربط دي بفكر دور الشباب اللي حضرتك اشرت ليها من بدري. بالزبط. ممكن يبقى ده اضافه كويسه او تتفعل من خلال ده. هي يعني انا يعني لو مثلا فرع التجمع ده اتفتح، ليه ما نعملش فيه، تبقى البدايه من خلال الشباب ان احنا نعمل دوري شباب الاهلي ده كده زي ما حضرتك سميته يعني، ويتعمل بقى الفرق باسامي القدامى في النادي الاهلي طبعا ورموز النادي الاهلي، وتبقى البطوله هتبقى شغاله لفتره. أي. فاحنا موجودين كتير، فيبتدي العضو حاسس ان هو انا موجود في التجمع، انا شفته وهو بيطلع، فيبتدي ارتباطه بالفرع ده يزيد. وبتعمل ليه دعايه ان يبقى في ملعب النادي الاهلي في فرع التجمع، والشباب الشباب الاعضاء هم اللي بيلعبوا عليه من خلال بطوله، اكيد هتبقى حاجه كويسه طبعا. وهيتعودوا على المكان. وهيتعودوا على المكان. بيفرق الاهلي لما بتوجد في منطقه بيعمل لها اعمار كبير جدا. طبعا دلوقتي كله بيطلع حوالين الفرع التجمع، احنا جنب النادي الاهلي، احنا امام النادي الاهلي، خلف النادي الاهلي. بقى العنوان هو ده. طبعا اكيد. على فكره مدينه نصر كانت كده، من اول ما انشئ الاهلي بقت العنوان للمنطقه كلها. اكيد طبعا. اكيد، لان هي كمان الفرع مدينه نصر ما شاء الله كبير جدا. فماسك نواحي كتير جدا. فاكيد يعني هنا في عماير طلع.